هرجع للكلام الوحش تاني. الكيان الصهيوني المحتل، كنت بقول لك وتوقفنا عند المسألة دي، ده الكيان الوحيد اللي بيمارس نهج الاحتلال الاستيطاني. في بعض التعبيرات والأدبيات يقول لك الاحتلال الكولونيالي، هو أبعد من ذلك. أولا أنا بحبش كلمة استعمار لأنها أتى من استعمر، أي جاء ليبعث فيها العمران أو يشيد فيها العمران. الإسرائيليين جم علشان يهدوا فلسطين، الإسرائيليين جم علشان يدمروا فلسطين، الإسرائيليين جم علشان الإبادة الجماعية اللي انتهجوها من وقت حلول العصابات الصهيونية الشهيرة في أوائل القرن العشرين وصولا للأسف الشديد لإعلان الدولة في 48 للأسف الشديد، ولازالوا مستمرين حتى اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها. جانتس وزير الدفاع في هذه الحكومة التعيسة البائسة قرر أنه يتحدى نتنياهو. جانتس عنده رؤيته، عنده مبرراته. من الآخر الرجل يرى أن هناك خطورة داهمة على جيش الاحتلال. نتنياهو عمليا لا يعبأ بالخطورة الداهمة على جيش الاحتلال، لأنه نتنياهو بتحركه نوازع أخرى، هي نوازع المرارة والانتقام والعودة بأي نصر كان ولو زائف أمام الداخل الإسرائيلي، فيقول لهم أنا قضيت على حماس، أنا جبت الأسرى، أنا قتلت القيادات الفلانية إلى آخره. وهذا وهم. هل جانتس يعتبر من الحمائم؟ أنا قلت لك مرة قبل كده ومرات ومرات وأعيدها عليك مرارا وتكرارا، لا يوجد في إسرائيل حمائم. الكل قتلة، الكل مجرمين. من أقاموا هذه الدولة في زمن غابر كان حزب العمل، اللي هو النهاردة بيقول إحنا المعارضة ولازم نوقف الحرب. خلي بالك حمائم إسرائيل ما هماش حمائم ولا حاجة، هما بس بيقولوا لك كده. يعني هتلاقي يقول لك يا النبي، بعض أنا سمعت النهاردة حد قال لي بالظبط كده، برافو عليه جانتس واقف وش النتائج. برافو جانتس، ده هو اللي كان بيقتل عيالنا من 7 أكتوبر، يعني برافو إيه؟ أنا عارف أو أدعي إن أنا عارف أو أظن إن أنا عارف يا سيدي إن إحنا كعرب عندنا عواطف طول الوقت، عواطفنا كده إيه؟ جياش، عندنا فيض عاطفي. فعندما نرى إنه جانتس يواجه نتنياهو ويديله مهلة 20 يوم ويقول علينا أن نتوقف وإنه القضاء على حماس ما هو إلا مجرد وهم كبير، فإحنا نقول إيه؟ يا سلام لو جانتس ده يجي رئيس وزراء، هو أنت متصور إنه هيجي مختلف عن بنيامين نتنياهو؟ خالص. ولا متصور إنه هيجي مختلف عن أي من أسلافه؟ خالص. أو أنت كنت متصور مثلا أن رابين كان برضو من الحمائم؟ إطلاقا إطلاقا. المسألة أفدح من ذلك بكثير. لكن هنا مسألة استغلال الموقف السياسي، والسياسة كده فن الممكن، قدرتك على المناورة والمراوغة واستغلال كل الظروف وكل الأحداث الممكنة. خليني أخذ معايا على التليفون بكل ترحيب دكتور عمر الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا بك يا دكتور عمر. أهلا بك، مساء الخير لك. مساء النور. أولا عايز أسمع منك تحليلك لهذه هذا السجال ما بين جانتس وما بين نتنياهو. اتنين، المذيع يوسف الحسيني أطلق عليه فيض المشاعر العربية التي ترى في جانتس وكأنه سوف يكون منقذا من وضع مأساوي بائس. أخيرا كيفية استغلال هذا السجال أو هذا الخلاف اللي يمكن يكون الداخل الإسرائيلي قلق منه حبتين. أولا تصريح جانتس في السبت هو لم يكن يستهدف من تحذيره ومن انذاره لبنيامين نتنياهو لوقف الحرب، هو يطالب بخطه، بوضع خطه واضحه ومحدد لاليه استمرار الحرب وتصفيه الاذرع المقاومه وتحقيق الاهداف الاسرائيليه واعاده المختطفين او اسرى الحرب الاسرائيليين الموجودين في يد أذرع المقاومة. وبالتالي علينا أن ننتبه إلى هذه المسألة. هو أكثر خطورة من بنيامين نتنياهو وبوجه محسن نسبيا. وجاء تصريح جانتس
بعد تصريح جالانت الذي سبقه بأيام. وهذا الإعلان العلني والواضح من قبل جالانت وزير الحرب وهو النقودي، وجانس رئيس ما يسمى المعسكر الوطني، وقبله إيزنكوت زميله في ذات المعسكر، هو يعكس حالة الإرباك والتخبط والتناقض داخل الكابينيت، كابينيت الحرب والحكومة الإسرائيلية، حيث هناك تباينات فيما بين الفريقين. الفريق الذي يمثل كل من جانس وجالانت وإيزنكوت ومعهم هليدي رئيس الأركان، ومن الجهة الأخرى بنيامين نتنياهو سموتريش بن جبير، الذين يطالبوا بمواصلة الحرب حتى تحقيق الأهداف، وطبعا غير محددة الأهداف، غير إبادة الشعب العربي الفلسطيني واحتلال غزة والسيطرة عليها كاملا عسكريا، وأيضا إقامة الاستيطان مجددا فيها كما يدعو بن كثير وسموتريش، وعدم الانسحاب منها كليا، وخلق أدوات محلية مثل روابط القرى أو يعني مجموعة من التابعين، وهذا لا يوجد في أوساط الشعب العربي الفلسطيني. وأعلنت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني في محافظات القطاع، خاصة من العشائر ومن العائلات الغزية، رفضهم لأي تعاون مع أي حكومة إسرائيلية، وقالوا الممثل الشرعي والوحيد هو السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية. المهم أن هذه التصريحات لجانس جاءت في أعقاب القمة العربية وعشية زيارة جاك سوليفان الذي وصل اليوم إلى إسرائيل بعد زيارة العربية السعودية ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتقائه مع نتنياهو. وكذلك الأمر في ضوء تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية وازدياد حالة التخبط والإرباك وتصاعد الرفض في أوساط الجيش وخاصة قيادات الجيش الإسرائيلي الكتائب والفرق، وتحفظهم على السياسة التي ينتهجها بنيامين نتنياهو، واعتقادهم أن بنيامين نتنياهو يعمل لحسابه الخاص ولمصلحته وبشكل غير مسبوق، وبالتالي كما قال جانس أنه سيؤدي إلى إغراق السفينة الإسرائيلية إذا ما استمر في هذا النهج الفئوي والنرجسي الخاص. من هون هذا التصريح لم يكن يعني معزولا عن مجموعة الأحداث والتطورات التي سبقت التصريح والتي تلت التصريح، حيث هو يعمل على أولا تفكيك الحكومة، وهناك تخبيرات من مختلف الخبراء والمختصين عسكريين ومدنيين وإعلاميين بأن الكابينيت بطريقه إلى التفكك. ثانيا هو يعمل على تفكيك كما قال بن جبير أيضا أنه منذ أن جاء والتحق بالحكومة وهو يعمل على تفكيك هذه الحكومة، لأنه هو يراهن بني جانس بأن جالانت سيخرج معه، خاصة وأن أيضا أعضاء من الليكود من أزلام بنيامين نتنياهو دعوا لإقالته من وزارة الحرب واستبداله بأي قائد آخر لاستلام وزارة الدفاع. ومن هون رهان جانس وجالانت وإيزنكوت ومن معهم يراهن على خروج بعض أعضاء الكنيسة من الليكود معهم بهدف تفكيك الحكومة وإقالتها والذهاب إلى انتخابات جديدة، ولكن في سياق ما طرحه، وطرح خطة من ست نقاط: أولا استمرار الحرب
وتصفيه اذرع المقاومه كلها. اثنين، اقامه حكم بدون كما قال حماس وبدون فتح وبدون السلطه الوطنيه، حكومه اداره اوروبيه امريكيه فلسطينيه محليه لاداره الحكم لفتره زمنيه مع ابقاء السيطره العسكريه على قطاع غزه. ايضا تعزيز وتطبيع العلاقات بين اسرائيل والسعوديه العربيه السعوديه. وكذلك الامر استمرار ترتيب الامور الى مرحله لاحقه، لا هو لم يحدد ما هي على اي اساس نتنياهو بيتخذ هذه القرارات المتعلقه بالتطبيع مع المملكه، في حين ان المملكه العربيه السعوديه كانت واضحه جدا انه لا تطبيع الا بحل الدولتين. الرجل يرفض حل الدولتين، إذن عليه انه يستوعب انه التطبيع مرهون بده، إذن فمش هيحصل حاجه ما بينه وما بين المملكه. هذا يا سيدي هو الطرح الاسرائيلي، والولايات المتحده الامريكيه تعمل على تطبيق هذا الامر وتوسيع دائره ما يسمى بالسلام الابراهيمي او الاستسلام الابراهيمي. هو يعني هذه الاداره الامريكيه تعمل بشكل مثابر لتحقيق هذا الهدف. طبعا العربية السعودية حتى الآن قالت نحن لن نذهب إلى التطبيع إلا إذا أعطتونا رؤية وخطة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكان لديكم رؤية واضحة ومحددة. حتى اللحظة لا يوجد في الشارع الإسرائيلي في مختلف في أوساط النخب السياسية المختلفة من الموالاة ومن المعارضة، لا يوجد من لديه رغبة أو إرادة بإقامة الدولة الفلسطينية. وأنت تعلم أن الكنيسة صوتت على قرار لمنع والحؤول دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ب 99 صوت في الكنيسة من 109 كانوا آنذاك، اعترض 9 هم النواب الفلسطينيين وبعض من كان معهم في الكنيسة. بالتالي هذه الحكومة، حكومة بنيامين نتنياهو، هي ترفض من حيث المبدأ، وكذلك الآخرين يرفضوا، جانس يرفض وجالانت يرفض وغيرهم من القوى السياسية يرفضوا إقامة الدولة الفلسطينية ولا يريدوا ذلك. ولاحظنا هذا الأمر في خطاب مندوبهم في الجمعية العامة الذي مزق ميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في استثار وفي بلطجة واضحة، في تحدي وسفور وسفالة يعني معهودة على هذا الجانب وهذا الاحتلال. أنا بشكرك جدا دكتور عمر، كل الشكر الحقيقة الدكتور عمر حلمي الغول، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.